وصار فعلا الاستمتاع بالطبيعه وممارسه الرياضه هذا اكثر شيء لفت الجميع في موسم السوده يا هاني. فعلا والله كل شيء رائع ويلفت الانتباه في هذا الموسم، لكن فعلا الطبيعه والجبال الشاهقه يمكن خلقت اجواء مع الفعاليات، وخصوصا فعاليه الهايكينج اللي نظموها شباب سعودي متخصص خلى الزوار يستمتعون بالسوده ومناظرها. طبعا الهايكينج راح يكون على ارتفاع 3000 متر، واكيد هذا الشيء رائع ومناظر خلابه، حتى الشعور نوع الاكسجين. صحيح. عبد الرحمن الزهراني شارك في هذه المغامره وعاد لنا بهذا التقرير. يلا نشوف. أسعد أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. اليوم لازلنا متواجدين في أبهى البهية وفي جبل السودة وفي هذا المكان الجميل اللي يمكن الشمس ما تجي كثير هنا بس ضباب. عموما اليوم إحنا عندنا فعالية الهايكينج مع الشيخ الوليد وماجد، راح نطلع مسافة كيلو ونص بعدين نرجع كيلو ونص ثانية، وراح نمر ببعض النقوش الأثرية وبعض المناطق الجميلة، وأيضا راح نطلع على حافة جبل السودة وهي أعلى حافة موجودة في المملكة. يلا نشوف التقرير. يلا. احنا كهايكينج السعودية استلمنا شغل المسارات في موسم السودة، نوري الناس طبيعة السودة وجمال الطبيعة والمناظر الخلابة اللي فيها، نخبر الناس انه عندنا هنا في رحلات الواحد يقدر يطلع ويستمتع فيها، ما يحتاج انه يطلع برا السعودية، الاجواء هنا ولا احلى منها. طبعا في ممر الهايكينج في موسم السودة لاحظت تواجد عدد كبير من النباتات الطبيعية زي العرعر والإكليل وأيضا الخزامة، جملت هذا المكان وهذا المسار للسياح انهم يتفرجون عليه. طبعا احنا هنا وصلنا تقريبا نص كيلو مشينا 500 متر على حسب العلامات الموجوده، وفي برضه 2.5 هذا للي جاي. هذا للي الجاي. ايوه. كم بقينا؟ بقينا كيلو. كيلو كامل. كيلو كامل. انا ايش اسوي الحين؟ ها تستمتع بالمناظر. تعبت. يلا يلا ليتس جو. اثناء تجولنا في هايكينج جبل السوده قابلت عزيز وقاعد يشرح لمجموعة من الناس عن شيء اسمه العلق، فخلونا ناخذ معلومة عن هذا الشيء، ايش هو يا عزيز؟ اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. طبعا هذا الشيء يدل على نقاء الجو في هذه المنطقة، ايضا له فوائد كانوا يستخدموها هنا زمان، فله عدة فوائد. هذا ترشيح ترشيح للضباب الموجود في هذه المنطقة، ينقط سبحان الله على نفس الشجرة فيكون سبحان الله يستخدم عملية ترشيح في هذه الأشياء اللي تشوفها أنت، علق يسمونها. الله يعافيك. عجبتني المعلومة فحبيت أمر عليك. أهلا وسهلا فيكم، أنتم على أعلى حافة في المملكة، تقريبا حدود 3000 متر فوق سطح البحر. هذه الأماكن عندنا هنا في المنطقة نسميها الشعف، أو المتعارف يعني في اللغة العربية الشفا. الشفا، لكن هنا تكون الشعف. في أي منطقة أو أي قرية تسمى بالشعف أعرف أنه في حافة زي كذا، بس إحنا هنا على الحافة. طبعاً من الجميل في موسم السودة أنه راح تلاحظ العديد من النقوش الأثرية الموجودة في المسار تطالعها. طبعاً في هناك نقش للنمر، فأتوقع له دلالة معينة ممكن. له دلالة معينة لأنه المنطقة كانت موجودة فيها الكثير من النمور العربية، والنمور العربية الآن شبه منقرضة، يمكن ينعدون بالأصابع 8 إلى 10 بسبب الصيد الجائر، وكانت أول شيء تتغذى على الأغنام، فكان يصيدونها على أساس يحمون القطيع حقه. المسار جدا نظيف ومنسق، ما قصر المرشد السياحي بالمعلومات السياحية اللي قاعد يزودها، ولو جيت أختصر المسار بجملة راح أقول إنه رحلة بين الذات والطبيعة. والله صراحة الهايكن كانت فعالية حلوة صراحة، لأنه أول مرة تجينا في الجنوب، خاصة مع الأجواء مع البيئة هنا، الجبال والأجواء تساعد إنه هايكن، خاصة من حتى من الصباح من بدري من الشمس.
شكرا جزيلا كابتن وليد وكابتن ماجد، يعطيكم العافية، شكرا لكم على هالرحلة. يعني 3 كيلو استمتعنا فيها، أجواء السودة وأجواء المناظر، صح أنه التضاريس شوية صعبة طلوع ونزول، لكن استمتعنا كثير، ما حسينا فيها مركبة، صح، أثار، طبيعة، جمال، ضباب، اللي تبغى، الأجواء الجميلة. فيعطيكم العافية وشكرا لكم. خلونا نحن نروح لي استوديو صباح الخير يعرف في دبي، ونكمل نتمشى في موسم السودة. يلا.